مساء الخير. واش راك لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله. وجيتوا اليوم تشاركوا الاطفال بمولد نبوي الختان، واش يعني الفن لازم يكون حاضر في هذه المبادرات؟ نعم نعم، كل يوم حاضرين في المبادرات تاع سمير برزاق، الجمعيه تاع نعم نستطيع، وحقيقه هما يستطيعوا في كلش وفي كل مناسبه يستطيعوا، ان شاء الله ربي يقدرهم ويعطيهم ما يتمنوا. مساء الخير. صحة مولودك. الله يسلمك مولودكم بالصحة والهنا إن شاء الله. الفنان يلبي دائما دعوة إلى ما يكون الأمر يتعلق بالجمعية الخيرية باش يرسم البسمة. أكيد أكيد، الفنان قدوة ولازم دائما يكون موجود في أفعال الخيرية، لازم. نقول لكم صحة عيدكم، صحة مولودكم. بالنسبة لهذه المبادرة نشجعها كثير وهي تتكرر كل مرة، أصبحت يعني كما نقولوا احنا دخلت في التقاليد، أنه الجمعية تلم في كل مرة هؤلاء العائلات نحييها، ومشاركتنا هي لا يمكن أن تنقطع، احنا من البداية نساهم في كل هذه الاحتفالات اللي هي لفائدة الأطفال. أظن مثل هذه اللقاءات تخلي هناك دفء في العلاقات ما بيناتنا كمجتمع. أنا نحب هذه البساطة، نحب نلتقي بالعائلات، نحب نلتقي كذلك بالفنانين اللي حتى هما يساهموا يعني باش يدخلوا هذه الفرحة ونصنعوا هذا الجو العائلي اللي تقدر تقول أنه عائلي ولكن يجمع كل العائلات. إذا نتمنى أنها يعني عمرها ما تنقطع، ونتمنى أنه مبادرات كما هذه يشجعوها على مستوى مثلا الفنادق، على مستوى مثلا الممولين بالنسبة للأطفال، أنه تكون فيه رعاية لأبنائنا، راح تخلي المجتمع يمشي في هدوء، راح تخلي أبنائنا يمشوا مرتاحين نفسيا، عائلات مرتاحة نفسيا، هذا كل شيء من أجل أننا نعيش في راحة وفي أمان. صحة مولودك. الله يسلمك، صحة مولودك. مساء الخير. مرحبا بك زوبير، عندنا في الحفل تاع اليوم حفل اختتان الاطفال المعوزين ان شاء الله. مبادره مثل هذه تعودتوا عليها لاسعاد العائلات والاطفال ايضا بمناسبه مولد نبوي الشريف، شحال كان في الاستفاده؟ هي عاده ولات عاده عن جمعيه شباب نعم نستطيع هذه الاحتفاليات سواء في المولد النبوي الشريف او رمضان، كل مره نديروا مبادره وكل مره يكون عدد معين تاع الاطفال سواء معوزين سواء يتامى سواء محتاجين، اللي ندعموهم نفسيا وماديا باش يكونوا في ظروف مليحه. اليوم راه عندنا 10 اطفال راح نختنوهم ان شاء الله ونفرحوا بهم، اليوم احتفاليه والختان راح تكون بعدها في احدى المستشفيات الجزائريه، الحمد لله في اطار تشاركيه. اليوم انا في مركب المعالجه بمياه البحر طلاسو.
معنا في النشاط، وهذه حاجة تشرف العمل الجمعوي إيجابيا. راح يكون برنامج متنوع فيه عدة فنانين، فقرات الأطفال، وإن شاء الله تعيشوا معنا أجواء مليحة في الحفلة. مرحبا بكم. وسادتي الحضور الكريم، العائلات الكريمة، الأسرة الفنية، الأسرة الإعلامية، الشخصيات السياسية، كل الحضور الكريم، كل باسمه، كل بسمو مقامه، مع حفظ المناصب، الألقاب والرتب. تحية مباركة أبنائنا الأعزاء في هذا الختان الجماعي المنظم. دائما من طرف جمعية شباب نعم نستطيع، بمشاركة صاحب قاعة الحفلات مركب المعالجة المياه البحر قرص وبسيد الفرج، أهلا وسهلا بكم جميعا. يشرفني أن أتقاسم هذه الفترة التنشيطية رفقة زميلتي زهرة. مساءكم سعيد وأهلا وسهلا بكم. من بعد الله فيك، شكرا لك على تقديم زهرة بالقاضي الإعلامية معروفة. مرحبا بضيوفنا الكرام، كل باسمه ومقامه شرفتم فضاء طلاسو وفضاء جمعية شباب نعم نستطيع. جمعية نعم نستطيع كعادتها دوليا كل مولد نبوي شريف، كل رمضان تلعب على هذه العادة الجميلة، وإن شاء الله يدومها نعمة وعادة إن شاء الله علينا وعلى جميع الجمعيات. عدنا ختام جماعي الأطفال، أبنائنا راح نعيشهم في جو من الفرح، جو من الجو العائلي، يعني نتقاسم معهم بعض اللحظات ونكونوا طرفنا طرف عن عائلتهم اليوم. عندنا حفل فني متنوع، عندنا فقرات تنشيطيه للاطفال، عندنا الحمد لله تشرفنا بوجوه كل من لدى النداء وغير الوجوه اللي الله يبارك فيكم، وشرفتم جمعيه شباب نعم نستطيع، ومرحبا بكم. ان شاء الله يعجبكم الحال، وان شاء الله الاولاد وعائلتهم يعجبهم الحال، باسكو هما الصح وهما راسنا، وهما اللي حاب ينزل على جالهم، هما اللي يجوا يا على جالهم. مرحبا بكم من جديد. شكرا لك المزيد من النجاحات، المزيد من هذه المبادرات الطيبه. الفرحة على قلب الذين اليوم فرحانة تختلفهم وغير تشوفهم عسان. هذو وليداتنا تختين، زرنا نجوم الليل، زغلت عليهم ينجم. Thank you.
Thank you.